في حاجه بقى تانية مهمه جدا انتوا فاكرين من 10 ايام كده او اكتر شويه طلع الاستاذ احمد مجاهد قال لك يا جماعه ليس كل ما يعرف يقال حلو يا استاذ احمد وبعدين بصوا بقى الاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاس العالم والمنتخب هيلعب بكامل نجومه في بطوله الامم الافريقيه طب السبب ايه ازاي هيحصل الكلام ده باشمهندس قال لك مش هقول ليس كل ما يعرف يقال انا باكد لكم اهو كذا 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 لحد دلوقتي النهارده احنا كام في الشهر كام قولوا لي احنا 26 ديسمبر كاس الامم الافريقيه امتى يوم 9 يناير بشكل رسمي خلاص بقى كاس العالم للانديه امتى ها يوم 3 فبراير نهايه كاس الامم الافريقيه النهائي هيكون امتى يوم 6 فبراير طب الوضع ايه الوضع حتى اللحظه دي على ما هو عليه حتى اللحظه دي اي حاجه قالها المهندس احمد مجاهد لم تتحقق بعد فاحنا بس بنفكر كده بنفكره بنفكر الناس اكيد في محاولات مستميته بتحصل من الاهلي وخطابات واجراءات وامور كتير جدا بتحصل عشان نحاول بقى دلوقتي الامل في ايه الامل ان كاس العالم الانديه يتاخر بدايته اربع ايام بس بحس ان باذن الله واحد احد لو منتخبنا الوطني يا رب يوصل المباراه النهائيه ويجيب لنا البطوله يبقى في فرق اربع ايام ما بين نهايه البطوله وبدايه كاس العالم للانديه ايه اللي هيحصل على مدار الفتره اللي جايه هنشوف هيبقى آه في جديد بخصوص الملف ده مش عارفين لسه لحد دلوقتي في مساعي بتحصل اه اه بصراحه بيحصل مساعي آه كلام المهندس احمد مجاهد اتنفذ لحد دلوقتي ما اتنفذش فاحنا بس بنفكره باللي هو قاله وهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه نفسنا جدا ان كل اي حد بيمثل مصر يمثل مصر خير تمثيل واي حد بيمثل افريقيا يمثل افريقيا خير تمثيل وهو النادي الاهلي في كاس العالم للانديه زي ما بنتمنى جدا طبعا وده الاولويه واي حد يقول لك غير كده يبقى بيهزر يعني اولويه منتخبنا الوطني الاول ما فيهاش نقاش ولا هزار خالص ما فيهاش فزي ما احنا بنتمنى ان المنتخب يا رب يكون موفق في كاس الامم الافريقيه ونرجع هذا اللقب الغائب باذن الله كمان نتمنى ان الاهلي يكون مكتمل ويكون موفق في تحقيق احلام جماهيره واحلام القاره السمراء في كاس العالم للانديه فالجزئيه دي بس حبينا نفكر بعض بيها ونفكر المهندس احمد مجاهد ونفكر المسؤولين عن الكوره في مصر وفي افريقيا الكاف الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي يشوفوا لنا حل في الموضوع ده لان ده امر غايه في الاهميه والاهلي يا جماعه مش اول مره يشارك في كاس العالم للانديه يعني ده الفريق اللي في افريقيا اللي بتتبني عليه احلام القاره فلازم يكون في تقدير لبطل القرن في افريقيا وآكتر فريق حاصل على القاب قاريه في افريقيا وتاني اكثر فريق حاصل على ارقاب قاريه بعد ريال مدريد بفرق بطولتين يعني حاجه كبيره احنا على اسم كبير جدا اسم النادي الاهلي يعني عنده عدد كبير من اللاعبين الدوليين انت تقريبا هتفتقد تسعه او 10 لعيبه في كاس الامم الافريقيه يعني فان شاء الله خلينا متفائلين ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله المقبله ده فيما يتعلق ايضا بهذا الملف